بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. كلمتنا اليوم عن موضوع ذيول طويلة، لكن نحاول أن نجمع شتات هذا الموضوع لأنه موضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي على العبد أن يتذكرها وأن يعلمها، وإلا فالمظنون بالجميع أنهم مؤمنون بذلك، لكن هذا من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وموضوعنا اليوم هو عن أحد أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وسماه بعض أهل العلم سر الإيمان، سر الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر معناه الحكم، القضاء هو الحكم، حكم الله جل وعلا، والقدر تقدير الله سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن وترضى بحكم الله جل وعلا وترضى بتقديره سبحانه وتعالى. وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة. يقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل، حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويصدقه، فسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقضاء خيره وشره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. معاشر الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أنه لا يمكن شيء أن ينحسر عن علم الله سبحانه وتعالى وقضائه وتقديره وإرادته، فالخير كله من الله سبحانه وتعالى، والشر منه جل، فقضاء الخير كله من الله جل وعلا، وقضاء الشر كله من الله سبحانه وتعالى. ونسبة الشر في قضاء الله جل وعلا هو بالنسبة لما يراه العبد وما يصيب العبد، لكنه من عند الله جل وعلا فكله خير. فالله جل وعلا إذا قضى على عبد بخسارة أو مرض أو حرب أو زلزال أو ما إلى ذلك، فهو إلى العبد في ظاهره شر، ولكن لله سبحانه وتعالى الحكم البالغة التي لا يدركها العباد، من التكفير، من رفعة الدرجات، من الابتلاء، من التأديب، لكن العبد يعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن لا شيء يحدث بدون علم الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر يشمل أربع مراتب، يشمل أربع مراتب. الأولى العلم، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره. يقول الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل، بل إن الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يقول الله جل وعلا عن أهل النار: وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا أخبر عن شيء لم يكن، لكنه لو كان ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا علمه محيط بكل شيء، ومن أخل بهذه العقيدة، من ظن أن الله سبحانه وتعالى يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض أو في السماء، فقد كفر، فقد كفر. الله جل وعلا محيط علمه، الله جل وعلا يعلم السر وأخفى.
الله جل وعلا كل شيء يعلم، حتى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة ملساء يعلمها الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية المشيئة، يقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فكل شيء إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى. كل شيء لم يكن إلا لأن الله أراده، ولو لم يرده الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه لم يكن. فلا شيء يكون صدفة، ولا شيء يكون رغما عن الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك. الدرجة الثالثة الخلق، الله جل وعلا خالق كل شيء، والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خالق الخلق وخالق أعمالهم، ما من الفرش إلى العرش كله بخلق الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الخالق كما أنه هو المدبر سبحانه وتعالى. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقضاء والقدر الكتابة، الله جل وعلا قدر كل شيء وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. يقول الله جل وعلا: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول ويقول الله سبحانه وتعالى في إمام مبين. فكل شيء مسطور في الكتاب عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم نطفة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. وفي الحديث في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا في اللوح المحفوظ. فكل شيء كتب في اللوح المحفوظ. ماذا يفيدنا الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر الإيمان به يورث العبد طمأنينة وسعادة وسرورا، أن أي شيء حدث إنما هو بإرادة الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول إبراهيم النخعي: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. المؤمن إذا أصابته المصيبة علم أنها لحكمة، وعلم أنها تكفير، وعلم أنها تربية، وعلم أنها لشيء أراده الله سبحانه وتعالى قد يعلمه العبد وقد لا يعلمه. فلذلك بما أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما الذي جعل العلمانيين وجعل الكفار ينتحرون ويصابون بالكآبة ويصابون بالأمراض النفسية؟ لأنهم احتاروا في القدر، لا الأمور تختلط عليهم. أما المؤمن الذي يؤمن بالله جل وعلا وبقدرته وعلمه وإرادته فيعلم أن شيئا كان لم يكن إلا بإرادة الله. فلا حرب قامت إلا بإذن الله، ولا زلزال ولا مجاعة ولا ضيق ولا مرض ولا حياة ولا موت ولا طلاق ولا فراق، ولا كل شيء بأمر الله جل وعلا وإرادته. كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن على العبد أن يرضى وأن يقنع وأن يكثر من الاستغفار وأن يدعو الله جل وعلا بالخير والعافية. ادعو الله سبحانه وتعالى بالعافية، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الناس كلهم ليس بيدهم ضر ولا نفع إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى لك. إذا أيقنت هذا، هل ستستكين لأحد من الخلق؟ هل سترجو أحدا من الخلق؟ هل ستخاف أحدا من الخلق؟ لا والله. إذا علم العبد أن الخير من الله
وأن الشر يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أصبح عزيزا، أصبح يرجو واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لا يتقرب إلا إلى الله، ولا يتملق إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن يرزقنا العفو والعافية، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.